بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقة جديدة بنسأل مع دعاء. كل مجموعة صحاب أو كل مجموعة ناس هتلاقي فيهم النمكي مثلا، اللي مش بيعدي حاجة ويقف للناس على الوحدة ودي مكانها هنا وإزاي تغيرها وتجيبها هنا. هتلاقي فيهم العصبي اللي بيتعصب على أتفه الأشياء ويكبر أي موضوع وعلى طول يتخانق على الصغيرة قبل الكبيرة. هتلاقي الشكاك اللي بيشك في كل الناس ويسيء الظن في مخاليق ربنا. هتلاقي الغيور اللي يحب يستحوذ على الحاجة، يستحوذ على الناس، ما يحبهمش يتكلموا غير مع حد غيره ولا يتعاملوا مع حد غيره. إنما كمان ممكن تلاقي في وسط الناس دي الإنسان البسيط السلس السهل اللي ما بيعقدهاش ولا بيخنق حد بطلباته ولا عصبيته ولا نمكيته. طيب، هل السهل اللين ده خايب؟ هل التساهل في الدنيا ده صح ولا غلط؟ هل اللين والتباسط ممكن يجيب لك المشاكل؟ ناس كتير تسمعها بتتهم اللي بيتباسطوا دول ان هم مفرطين في حقوقهم جامد. واحيانا يتم اتهام الناس السلسه اللينه الضحوكه ان هم مفرطين في دينهم. فاحنا عايزين نفهم بقى، عايزين نناقش حديث شريف جميل قال الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم النار عليه، على كل هين لين قريب سهل. إحنا عايزين نعرف معنى الحديث الشريف ده، وفضلت الشيخ أحمد الصباغ موجود معانا هيقول لنا معناه. إزاي حضرتك يا فضلت الشيخ؟ يا فندم، ربنا يجعلنا منهم يا رب يا رب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء، ودايما صل على الحبيب قلبك كتير صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم النار عليه؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: كل سهل، كل هين لين سهل قريب من الناس. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. شوف عندنا كم حاجة: هين، لين، سهل، قريب من الناس. تصور ان الليونة والسهولة زي ما حضرتك فضلت كده بتقولي ايه، زي ما بيقولوا في البلد بتاعنا الطيب في الزمان ده بيقولوا عليه ايه، ضعيف او ضعيف، يقولوا اللي انا ماليش علاقه يقولوا ايه. تصوري اتعلمنا الليونه بين قوسين كده، احفظوها مني، والشياكه والاتيكيت ومراعاه مشاعر الاخرين، تصوروا اتعلمناها من الله ولله المثل الاعلى. بتتكلم جد؟ اه. شوف يا استاذه والمشاهدين معانا، لما ربنا سبحانه وتعالى ارسل الى فرعون موسى وهارون، فرعون خربها، عمل اللي محدش عمله. قال مش كفر ده، قال انا ربكم الاعلى. وبعدين قال: ما علمت لكم من اله غيري. وبعدين يذبحوا ابنائهم ويستحيي نساءهم عاليا من المفسدين. بص، خرب الدنيا. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ارسل الى هذا الطاغيه الظالم الذي ادعى الالوهيه لنفسه موسى وهارون نبيين، يقوم ربنا يقول لهم: اذهبا يا موسى وهارون الى فرعون انه طغى. ده ربنا قال لهم انه طغى، يعني تعدى الظلم، الطغيان أشد من الظلم. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طب يا رب نعمل إيه؟ نغلظه في القول؟ نضربه؟ نموته؟ لا، عجبا إن ربنا يقول لهم: فقولا له قولا لينا. يا خبر أبيض، لفرعون يا رب، لينا لعله يتذكر أو يخشى. عارفة هنا في الآية نقول إيه؟ نقول: سبحانك إذا كانت هذه رحمتك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف تكون رحمتك بعبد يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى. سبحانك يا من تتحبب إلى من يتحبب إلى من يعاديه، فكيف بتحببه إلى من يواليه ويناديه. شوف الشياكة، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الليونة والشياكة في الكلام. طب أنا عايز أسأل سؤال مهم. فضل. لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر مفهومة، تمام، إنما يخشى إزاي من الكلام اللين؟ عارفه يخشى من الله. ما انا عارفه، يعني دايما يقول ناس بتخوف، يقولك لازم نخوفهم. طب ايه رايك ان الكلام اللين يرقق القلب اكثر من الكلام الصعب؟
زيك لما تلاقي واحد عاصي او واحد مذنب او واحد مجرم او خارب الدنيا يقول لك هات له شيخ يكون كده كلامه لين وسهل. احنا بنروح مثلا دلوقتي بتروح السجون بنقعد مع السجون بتروح مع اصحاب بنقعد معاهم تلاقيهم بيبكم وبيبقى رقه ما بعدها رقه. ليه بقى؟ ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه وجادلهم بالتي هي احسن. وهناك في الصوره الثانيه ربنا يقول ايه بقى؟ وهل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى شوف الجمال هل لك الى ان تزكى واهديك الى ده الفرعون واهديك الى ربك فتخشى. شوف الكلام الجميل. احنا بقى بنغلظ لبعض القول ويجي ربنا يعلمنا الشياكه والليونه في القول في القران. يا سلام على القران. وربنا لما يجي يتكلم عن العلاقه الحميمه بين الزوج وزوجته يتكلم عليها بالليونه والشياكه وجمال وروعه يقول ايه؟ ويسالونك عن المحيض قل هو اذى. شوف الجمال. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله كل حاجه اتفهمت بشياكه وجمال وروعه. ويقول ايه؟ وجعل منها زوجها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. ويقول أو لامستم النساء. محتاجين يا أستاذة كلمة لينة. صحيح. محتاجين ابتسامة طيبة. طيب هاخد ليلى. عليكم السلام ورحمة الله. ليلى صوتها بعيد قوي. ألو. طيب ناخد ناخد أميرة. أيوة. أهلا يا أميرة إزيك؟ أهلا بيك يا حبيبتي كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة اتفضلي. وسلمي لنا على سيدنا الشيخ كتير. معاك اتفضلي. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام يا هاني اتفضلي. كنت عايزة أسأل بعد إذن حضرتك هل يجوز أذبح من فلوس يعني أطلع ثمن الأضحية من فلوس زكاة المال ولا لازم تبقى صدقة؟ حاضر. سؤال مهم. حاضر. في سؤال تاني؟ صدقة ولا من زكاة المال؟ تمام شكرا جزيلا. ايه فضلت الشيخ. زكاة المال سكة بالبلدي كده والأضحية سكة تانية. زكاة المال مش حقك ده حق الفقير ودي أمانة عندك بتوصلها له وده واجب عليك وده ركن من أركان الإسلام. إنما الأضحية بعضهم قال واجب وبعضهم قالوا سنة. طب آخد فلوس الأضحية منين؟ لازم تبقى خارج زكاة المال. اسمها صدقة. لكن لو خدتها من زكاة المال يبقى انت كده بتاخد من الفقير وتدي الفقير. ما بتاخدش من جيبك. انت بتاخد من جيب الفقراء. بحق الفقراء. معلوم. بحق ده الحق معلوم. المعلوم. أيوة. بتاع الفقراء. باخد منه واقوم عامله اضحيه ومش المفروض. زي واحد ياخد من الحق المعلوم ده من الزكاه وابن بها جامع. لا انا ما قلتلكش انا فقير، انا فقير عايز اكل، عايز البس، عايز اتعالج. انما ابن جامع انت منين؟ من صدقاتك. من صدقاتك الخاصه. انت حر. بس بقشش من فلوسك. من فلوسك الخاصه. بالظبط بالظبط. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. عودة ليكم مشاهدينا مره تانية ومعايا اتصال من دعاء. الو. اهلا يا دعاء ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. قولي لي سؤالك. كنت عايزة اسأل الشيخ عن هل الأيام اللي عليا في رمضان ينفع اصومها في الأيام ديت ولا ما ينفعش اجمع بين السنة والفجر؟ طيب سؤال جميل، شكرا ليكي يا دعاء. حاضر يا فضيلة الشيخ. بالنسبة للي عليه الصيام سواء بقى رجال أم نساء. بس احنا بنرخص الموضوع شويه او بنسهله شويه للستات لان العذر عندهم ده عذر قهري يعني او عذر على طول مستمر دائم. مستمر يعني دائم. العلماء انقسموا هنا الى فريقين. قال لك يجوز الجمع بين النوايا في السنن. يعني في السنن يعني ممكن انا بصوم مثلا العشرة دول فجي فيهم اثنين وخميس هصوم بنيه الاثنين وبنيه اني من عشرة وبنيت انه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجي يوم عرفه مثلا وهكذا او 14 و15 طيب وهكذا أو طيب إيه. الجمع بقى بين الفرض اللي هو عليا ده فرض والسنن العلماء انقسموا فريقين. في فريق قال لا الفرض لا يجمع معاه سنه لان الفرض ده كده كده عليك دين عليك ملوش علاقه بالسنه. وفي راي وانا منهم وده كان راي سيدنا الشيخ عطيه صقر الله يرحمه قال طالما ان انت هتصوم اللي عليك
في نفس الأيام المباركة الطاهرة يبقى حصل اللي سيدنا النبي عايزه واللي ربنا عايزه في نفس الأيام، هو ما الصيام في الأيام دي. فكده كده أنا صايم سواء من اللي عليا أو هصوم دلوقتي. زي وقاس عليها إيه؟ إن أنا لو داخل أصلي عليا فرض من اللي فات وداخل المسجد عليا سنة تحية المسجد، قال لك فالفرض اللي هصليه يقضي عن الفرض ويقضي مكان تحية المسجد، المهم قضاء صلاة. فقال لك بس أنا بقول، أنا بقدم من عندي، أنا بقول يبقى عندنا نيتين، نية اللي عليا قضاء اللي عليا سواء راجل بقى أو ست أو غيره نازل أو غيره، ونية الإيه السنة العشر أيام. بس أرتب النوايا، أخلي رقم واحد الفريضة اللي عليا ورقم اثنين السنة اللي هو من العشر يعني أيام هو وربنا كريم بقى. يعني هو ينوي، أنا أنوي نويت أقضي ما عليا من أيام، رقم واحد ورقم اثنين يا رب اللهم اكتبها، اكتب لنا ثواب العشر الأيام. بس ربك بقى هل يرد عبده؟ ما يردش عبده، لا سيما لو ست بقى يعني طيبة أو مشغولة أو مريضة أو تعبانة خلاص. إنما لو في صحة خلاص. طيب إحنا في الأيام الصيام اللي هي النوافل ممكن نقرر نصوم الصبح، يعني نصحى كده نقول إيه طب ما صوم النهاردة، ده في النوافل تمام. إنما في القضاء لازم تبييت النية. ما هو ده الفرق بقى الوحيد، ان لازم لو انا هقدم عليا لازم ان انا ابيت النيه قبل الفجر. انما النوافل ممكن، يعني ما ينفعش تصحى من النوم تقول انا هعوض النهارده اللي عليا، لا ما ينفعش. انما السنه ينفع تصوم لحد الظهر، لحد ما اذان الظهر، طالما لم تاكل ولم تشرب ولم يحدث يعني من مبطلات الصيام شيء. لكن هي الستات بيجوا من اول العشره يقولوا ايه هصوم العشره اللي عليا، خلاص يكفي نيه واحده. وده رايي. زي يكفي نيه واحده رمضان كله، كذلك يكفي نية واحدة للعشرة كله. يبقى الخلاصة بقى ان الستات او اللي عليه صيام، وخاصة الستات الطيبات المظلومات، ايوة، فييجوا يقولوا يا رب انا هصوم بنية اللي عليها العشرة دول، هم تسعة بقى عشان العيد لا يصام، هصوم بنية التسعة اللي عليا، ويا رب ما تحرمنيش اجرهم في العشرة الاوائل من ذي الحجة. والله العظيم ربنا كريم، هو اكرم ان يرد عبده. وده رأي، كان رأي الشيخ سيدنا الشيخ عطية صقر الله يرحمه، وانا مع هذا الراي. الله يرحمه ويغفر له، لانه قال لك كده كده ايه السنه احداث صيام في هذا التوقيت. فانا كده كده صمت في نفس التوقيت. صحيح خلاص. صحيح. طيب مش عايزين نضيق واسع يعني، اهو ما هو خليك لين وسهل. ايوه نعم صحيح. كان الشيخ عطية صقر الله يرحمه، الله يرحمه، إليه كان جميل قوي، انا قابلته مره او مرتين تقريبا وانا لسه ببدا في الاول، فكان في حاجات يبقى شديد قوي وحاجات يبقى خفيف خالص وبسيط خالص وسلس خالص. هو ما شاء الله واستغربه اقول هو ده الراي، الراجل اللي قال راي شديد كده في ثانيه يقوم قايل راي بسيط وسلس جدا. طالما بص يا فندم، ناخد بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودلت ربنا عليه، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين إلا اختار، مش اليسير، لا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. طالما عندنا حرية الاختيار وعندنا الموضوع مد حرية، خلاص اختار الأيسر مش اليسير. جميل. الأيسر. طيب خليني أرد أسأل حضرتك سؤال له علاقة بالنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في ناس بتاخد الحديث الشريف ده بانه يعني ايه، فمن لم يستطع فبيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان، فبياخدوا الموضوع شويه بغلظه وبشده. وانه الاساس هو اليد وبعد كده، فتيجي تتكلم على ناس يعني ما تعرفهمش يقولك لا يبقى بقلبك، يبقى تسيبهم، يبقى ما تتعاشرهمش، يبقى ما تعرفهمش، حاجات كده. ايه أنا عايز حضرتك تفسر لنا الحديث ده. بص يا فندم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إيه الهدف يا رب؟ تأمرون بالمعروف، ها، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. بس خدي بالك، فيه منطق الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر. شوف ربك سبحانه وتعالى لما جه نادي على الجماعة العصاة المذنبين اللي هم خربين الدنيا، مش مذنب، لا ده أسرف على نفسه في الذنوب، يعني عمل كل أشكال الذنوب اللي حضرتك تتخيليها واللي حضرتك تتخيلهاش. كلام كده واضح؟ ربنا نادى عليهم يقول لهم يا مجرمون، لا، يا مذنبون، لا، يا أولاد 60 في 70 خالص، لكن ربنا نادى عليهم نداء رقيق. شوف الجمال، شوف الرقة. قل يا عبادي، قل يا إيه؟ يا عبادي. طب انت عايز ايه بعد كده؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، خربتوا الدنيا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الرسالة في مكة، دعاء هانم، سيدنا النبي كان مكة فيها خمر،
ما كسرش الخمر وخرب الدنيا وخالص، ده في تدرج. كان في اصنام قدام عين النبي في الكعبه، ما شالش الاصنام الا بعد ما جه من جه فتح مكه، حصل ولا صحيح. الله، كان في كبائر قدام النبي كتير جدا، بس امر بمعروف بمعروف في توقيت معين بنظام معين بهيئه معينه، من باب ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. العلماء قالوا لو كان تغيير المنكر سيؤدي الى ما هو انكر فاترك المنكر. اقول تاني، اذا كان تغيير المنكر سيؤدي الى ما هو انكر، يعني واحد يقول لك ايه، لما جه سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه، فسال واحد قال له لو انت مريت على ناس بيعملوا كبائر في خماره او في كذا او بيشربوا كذا، تعمل فيهم ايه؟ قال هدبحهم اموتهم كلهم. عارف سيدنا الشيخ قال له ايه؟ شوف المفهوم، قال له لقد اعنت الشيطان عليهم. انت كده بقيت زميل الشيطان. قال له ليه؟ قال له لان الشيطان بيحاول معاهم يدخلهم ايه؟ قال له النار. قال له انت لو موتتهم، ده دي قلعه ودي لابسه ودي بتعمل ودي بتشرب خمر وده بيعمل كذا، هيموتوا على معصيه، يبقى على فين؟ قال له على النار. قال له يبقى انت والشيطان هدف واحد. قال له امال اعمل ايه؟ قال له ان تدعوهم الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه. احد الناس بيقول له واحد من العلماء ما حكم تارك الصلاه؟ اضربه؟ قال له لا. اشتمه؟ قال له لا. ازعله؟ قال له امال ايه؟ قال له حكم تارك الصلاه ان تاخذه معك الى المسجد. بكل بساطه قوي. ولذلك بعض المحلات تكتب يقول ايه مغلق للصلاه، لقيت محل جميل قوي كاتب ايه انت عارفه؟ بيقول لقد سبقناك الى الصلاه فالحق بنا. ولذلك التربيه هنا بتفرق. يقول لك احد الناس نام 24 ساعه فقابله اثنين من زمايله، فكل واحد اعترض قال له الله انت نايم من امتى؟ قال له نايم من امبارح. فالاولاني قال له ياه ما اكلتش ده كله، والتاني قال له يا خبر ابيض ما صليتش ده كله. شوف التربيه. وموضوع بقى ان انا امر بمعروف ونهي عن المنكر ده قصه كبيره، لها ضوابط ولها مناطات ولها شروط، لو عرفناها لكان الامر صعب جدا. الموضوع كده مش صحيح. مش كل واحد يامر بمعروف ولا كل واحد نهى عن المنكر، والا لكانت الدنيا بقى لا خالص. فلازم من شروط معينه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى بحكمه. ده ربنا قال وجادلهم بالتي حتى غير المسلمين، ربنا يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب، شوفوا ديننا، الا بالتي هي احسن. فاحنا طيب. عايزين التي احسن. لين، سهل، قريب، قريب من الناس. وهين سهل وهين. يعني ايه هين؟ يعني لين احنا عرفناها اللين في القران الكريم. ايوه نعم. يعني ايه سهل ولين؟ سهل يبقى بسيط مع الناس، مش متكبر. ولذلك النبي يقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. قالوا يا رسول الله ان الرجل فينا يحب ان يكون نعلوه حسنا وثوبه حسنا، لابس كده والحته الجميله والشيك كده، ده كبر يا رسول الله؟ قال لا، ان الله جميل يحب الجمال. الحته اللي انت عايزها بقى، ان الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني كره الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. ولازم في السهوله والليونه يا جماعه ان انا انقي الكلمه المناسبه في المكان المناسب للشخص المناسب. عارفه في ناس بيبقى كلامهم كده بالبلد بتاعنا زي الدبش. يقول لك انا اقول للاعور انت اعور في عين. في الحقيقه دي شطاره يعني؟ في الحقيقه انت اللي اعور. هي دي شطاره؟ ما هو بقول، لا مش بقول اهو. في الحقيقه اللي بقول كده هو اللي اعور. ده سيدنا النبي يقول حديث جميل قوي، يا سلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على يمين الرحمن يوم القيامه وكلتا يديه يمين، ولله المثل الاعلى، على يمين الرحمن او عن يمين الرحمن يوم القيامه وكلتا يديه يمين رجال. الله الله الله، ليسوا بانبياء ولا شهداء، يغشى بياض وجوههم انظار الناس، يغبطهم النبيون والصديقون على قربهم ومكانتهم من الله. ايه اللي جابكم هنا دول؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال هم جماع من نزاع القبائل، يعني من كل ايه، من شتى الناس او من شتى البقاع. خير يا رسول الله؟ قال يجتمعون على ذكر الله، ودي اللي انا عايزها بقى، اللقطه اللي جايه دي خدوا بالكم بقى، ينتقون اطايب الكلام كما تنتقون اطايب السمر. الله، عارفه ينتقون اطايب الكلام يعني ايه؟ الكلمه دي مناسبه ولا لا؟ عارفه الاتيكيت الجديد هو ده من ايام النبي. لا لا، في الكلام الدبش ده يعني في ناس تحب تقوله. كانوا اما يجوا يعلمونا يعني زمان المشايخ واحنا قاعدين معاهم سعداء كده، هما بيخبطوا الناس قوي. كانوا زمان واحنا بيعلمونا يقول لك ايه، واحنا قاعدين نتعلم مع مشايخنا، فكنا نجيب ورقه وقلم كل واحد، ولما نقوله كلمه خارجه او درجه يقوم يقول اكتب. يعني نقوله ايه مثلا؟ يعني
فاتت او مثلا مش عارف كلام اللي هو الدارج ده. فتلاقي في اخر الشهر كده انت عندك لستة كلام تقول انا كنت بقول الكلام ده ازاي، انا مش واخد بالي، ما فيهوش حاجه اصلا، ما فيهوش حاجه اصلا خالص. سبحان الله. طيب اخد رانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. معلش انا كنت عايزه اسال، بما اننا يعني في ايام مباركه وكده، ازاي اقدر ان انا استغل الايام دي بحيث انه يعني انا عرفت ان الايام دي بركتها زي بالظبط بركه ايام شهر رمضان، فعايزه اعرف الدعاء بيبقى مستجاب في اوقات ايه، وايه الطقوس اللي انا اعملها. شكرا جزيلا. شكرا. انت جبت الخلاصه خالص. ما شاء الله. الايام الطيبه المباركه الاعمال فيها متاحه، وزي ما بيقولوا كده سبحان الله، من الـ من الـ من الجمال ان 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 الفاكهه متنوعه. ففيها النبي صلى الله عليه وسلم فتح الموضوع فيها قوي، وده الحديث العمده او الحديث الرئيس او باللغه بتاعتنا الحديث الرئيسي الاساس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله تعالى فيها من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجه. قيل خد بالك من دي، ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. خبر ابيض. السائل اللي سال النبي فكر لما يقول للنبي ولا الجهاد في سبيل الله، يعني بيقول للنبي خد بالك يا رسول الله الجهاد افضل. فالراجل فكر النبي هيقول له لا الجهاد افضل، لكن النبي صدم الراجل فاجئه قال له ولا الجهاد في سبيل الله الا حاله واحده، رجل خرج بحاجتين وما رجعش بيهم، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منهما بشيء. عارفين يعني ايه؟ يعني اللي خرج بنفسه من غير ماله للجهاد العمل الصالح في هذه الايام افضل. لو بعت ماله وما راحش هو في الجهاد العمل الصالح افضل. طب لو خرجوا الاثنين وهو مات وماله رجع، مات استشهد وماله رجع، العمل الصالح اعلى. طيب لو ماله راح وهو رجع برضه العمل الصالح اعلى. ومن كرم ربنا ان سيدنا النبي ما قالش ما من ايام الصيام فيها احب ولا الصلاه فيها احب، انما قال ما من ايام العمل الصالح. العمل الصالح أبوابه كتيرة قوي بقى. خدوا قاعدة بسيطة كده، العمل الصالح العمل الصالح هو كل عمل صدقت فيه النية وكان خالصا لوجه رب البرية وموافقا لهدي سيد البشرية فهو من الأعمال الصالحة، ولصاحبه مني كل تحية. أنا ما أعرفش ليه الناس مركزين في الصيام بس. الصيام موجود بس في ناس مش قادرين يصوموا يا جماعة، إما العمل أو شغالين أو ضعيف أو مريض أو الستات اللي عليها عندها عذر. الله عندكم كل إطعام الطعام عمل صالح، إفشاء السلام، التسبيح، الذكر حتى مطلوب في الأيام دي، صحيح العمل الصالح، صدقة، استغفار، دعاء، صلاة على النبي، قيام ليل، قراءة قرآن، سماع قرآن، بر الوالدين، بر الوالدين، إحسان إلى الجار، زيارة المرضى، تشييع الجنائز. أهو الموضوع مفتوح أهو. فضلت الشيخ أحمد الصباغ، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، منورني دايما. عندنا فاصل ونرجع نكمل. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. كلها أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك، كل سنة وكل حضراتكم طيبين، وكلنا أكيد بنستعد. في ناس بتستعد بقى يعني هيعملوا إيه وهيخرجوا فين، وفي ناس بيحسبوها بقى هيعزموا مين أو هيتعزموا عند مين، هيشوا لحمة ولا هيعملوا فتة ولا هيعملوا إيه. الحقيقة إنما في ناس طبعا بتحسبها صح، بتحسب إنه يعني إن هي عارفة إن هم في أفضل أيام في السنة، والوقت اللي لازم يعني يستغلوه يغتنموه للتطهير من الذنوب، ولأن هم يعني يغتنموا أكبر قدر من الثواب، ويكونوا في مساعدة غيرهم، وياخدوا قرار إنه العيد لما يجي عليهم ده لازم يكون يعني عيد على الناس أكتر من إنه عيد عليا. يعني أنا الناس لازم تفرح وتعيد وتاكل لحمة وتتبسط زي ما أنا بعمل بالظبط. النهاردة أنا بتشرفني دكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر. إزاي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا حبيبتي، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير في الأيام الجميلة الرائعة دي. أنا مبسوطة قوي إن أنا بلتقي بيكم في الأيام الحلوة دي. قوليلي الأيام دي بقى ويوم عرفة فضلها إيه؟ الايام دي فضلها كبير قوي. العشره من ذي الحجه دول يا جماعه، اولا الله سبحانه وتعالى اقسم بها والفجر وليالي عشر. الليالي العشر دي اللي هي عشر ذي الحجه، فمعنى ان ربنا يقسم بها ان هي حاجه عظيمه قوي 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 قوي. الاكثر من كده
ان يعني انا عايزه اقول بس ان هي مش مفضله بس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ده، بس في الانبياء السابقين. ان قالوا ان دي العشر الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى اتمم بها لسيدنا موسى الاربعين ليله، ووعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر. فهم دول العشر ايام دول، ففضلهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام، والحديث ده يا ريت الناس تحفظه وتسمعه بقلبها، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجه. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول. تخيل حضرتك الجهاد ده حاجه كبيره قوي، واحد يخرج يعني عارف انه مش ممكن ما يرجعش بقى لا بنفسه ولا بماله ولا كلام. قال ولا الجهاد، تخيلي كانه جهاد، الا يعني هي بتعادل ايه بقى؟ يعني ان انا اقول بس استغفر الله العظيم او لا اله الا الله في الايام الجميله دي، تخيلوا يا جماعه تعادل واحد خرج يجاهد الله. فقتل استشهد والفرس بتاعه راح والمال اللي كان خارج بيه راح. هو ده الحاله الوحيده اللي تعادل العمل في هذه الايام. وانظري الى جمال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل الصلاه او الحج او الزكاه، قال العمل الصالح. اي عمل صالح، والعمل الصالح ده بيشمل حتى تنظيف الست في البيت يا جماعه لو نيتها لله سبحانه وتعالى، بيشمل الطبيب اللي في المستشفى بيشتغل لو العمل ده لله سبحانه وتعالى. فالايام دي فضلها عند الله سبحانه وتعالى عظيم عظيم عظيم. اي عمل تعمله فيها الله سبحانه وتعالى سيتقبله. لكن المهم برضو النيه في الايام دي، لانه في ناس ستات كتير بتعمل يعني بتعمل الخير عادي، يعني تاكل يبقوا صايمين، تاكل لعيالها، تاكل جوزها، تاكل جيرانها، تاكل كذا. ففكره انه النيه بقى انها تستحضر النيه وهي بتفطر صائم او بتعمل خير في الايام دي. طبعا يعني تخيلي بقى احنا الستات على فكره فايزين جدا جدا جدا، ان انت هتاخدي اجرين، لو انت صايمه هتاخدي اجر ان انت صايمه، وهتعملي لهم الاكل بقى ان انت كده ايه، من افطر صائما كان له مثل اجره، يعني خدت الاجر مرتين. ولذلك في الحديث اللي رواه سيدنا انس بيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في منا المفطر وفي منا الصائم، فالمفطرون قعدوا يخدموا الناس الصائمين، بيدوهم بقى ويجيبوا لهم الاكل والشرب والكلام ده كله. طبعا الصائمين فاكرين هم ارفع درجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقال ذهب المفطرون بالاجر، خدوا اجر اكبر عشان هم على قضاء حوائج الناس. يا سلام في الايام الحلوه دي مش بس تفطر اهل بيتك، يا سلام لو تخرج كده بنيه ان انت بتفطر الصائمين في الوقت ده عشان تاخد الاجر العظيم ده. وكل ما تكتر في الاعداد يبقى احسن. وبعدين احنا دلوقتي عندنا ما شاء الله الجمعيات الخيريه رائعه في الموضوع ده. احنا كنا الاول نقول ايه، طب انا هدور عليهم فين، طب هجمعهم ازاي، طب فتخيلي بقى مثلا لما حد يقول لك ايه والله العظيم انا هفطر في العشره دول او في يوم عرفه، وطبعا يوم عرفه يوم عظيم. فالجمعيات هي اللي بتبقى بتعرف توصل للناس، يعني تعرف توصل وبتعرف تقسم نفسها كويس جدا. يعني شيء جميل قوي حتى بالذات عندنا في مصر ان الجمعيات مقسمه نفسها، يعني كل حد عارف هو بيخدم مين ويودي مين. فما فيش التكرار دوت. فيعني اما الاقي جمعيه هي بتقول لي انا هفطر لك في اليوم دوت كام الف واحد، يا سلام ايه ده، صحيح. ايه الجمال ده. ونجعل بينا اخوه، قالوا ان هم هيفطروا 10,000 صائم في يوم عرفه. طيب ان شاء الله 10,000، يعني متخيل حضرتك 10,000 يعني في يوم وقفه عرفه، يعني تخيلي دي حاجه عظيمه جدا جدا جدا. وبيجمعوا بين الناس في اخوه، والاخوه دي يعني محبه كده، ما يبقاش حد زعلان من حد، يبقوا سعداء يعني في هذه الايام. صحيح. طيب فضل الصيام بقى يوم وقفة عرفة والدعاء يوم وقفة عرفة. يوم عرفة من أفضل أيام يعني السنة كلها. ولذلك لما اتكلموا عن الليالي العشر، العلماء الأيام العشر، العلماء قالوا يعني أنا عايزة أقول أدي حضرتك كده مفاجأة، قالوا إن الأيام العشر دي أفضل من أواخر من الأيام العشر الأواخر في رمضان. يا نهار أبيض، ليه؟ لأن بها يوم عرفة. فتخيلي إن يوم عرفة أفضل من كل ده. وأفضل حاجة تعملها فيه إيه؟ افضل شيء يعمل فيه على بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفه. يعني لك من اسمك نصيب يا استاذ دعاء. شفتي ما شاء الله، يعني الدعاء ده حاجه عظيمه قوي. النبي ما قالكش في اليوم ده اقعد صلي وصوم، قال لك ادعي ادعي. وده يعني لمقيمين والحجاج. طب المقيم يعمل ايه كمان؟ اللي هو الصيام، لانه يكفر سنه قبله وسنه بعده. اليوم ده يا جماعه
ما فيش يوم ربنا بيعتق رقاب العباد قد يوم عرفة. بيعتق رقاب كثيرة جدا 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 جدا. واليوم ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل إلى السماء الدنيا طول اليوم ويباهي من الملائكة ويقول لهم انظروا هؤلاء عبادي جاءوني شعسا غبرا ماذا أراد هؤلاء. هم عايزين إيه؟ هم عايزين المغفرة. اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم جميعا. فإحنا النهاردة هتقولي طب انا ما طلعتش حج، انت في اعمال ممكن تعملها وتحج بيها. وقلنا قبل كده القصة الرجل اللي تصدق وبصدقته غفر لاهل الموقف كلهم. فانت بصدقتك دي ربنا فتح لك باب يوم عرفه، فطر زي ما احنا قلنا 10,000 ما شاء الله، يعني ده الجمعيه بتوفر عليك حاجه كبيره قوي، يعني ادي 10 جنيه 20 جنيه احنا ما بنقولكش مبلغ كبير قوي يعني. وبعدين الجمعيات دي بدات تسهل حتى الوصول، يعني ما بيقولكش تعالى لحد عندي، ده بيديك التليفونات ويقول لك اتصل بس وانا هبعت واجيب من عندك المال ده. هو عايز يعمل لك شراكه في الاجر يعني. صحيح. فالموضوع بقى هين قوي قوي قوي، وربنا سبحانه وتعالى عايزك تعيد، يريد منك ان تعيد وانت سعيد وانت مغفور ليك. مش ملاحظين ان العيدين بتوعنا بييجوا بعد ايام ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل فيها العمل الصالح او اختبار العشر الاواخر من رمضان. يجي في جهات كده في العبادات، يعني في عبادات بتبقى صعبه شويه بالزبط. مش سهله مش ما هو ده بيبان بقى في قصه سيدنا ابراهيم الجميله اللي انا اقولها لك دلوقتي عشان نعيد مع بعض واحنا مبسوطين وفرحانين، ونعرف ان العشر ايام دول بقى جهاد، انا بعمل كذا وبعمل كذا وبسعى لكذا وعشان اوصل في الاخر اخد الجائزه اللي ربنا اداها لي الهديه. ما تقوليش بقى انا اللي دافع ثمن الأضحية ولا الكلام ده، ربنا اللي اداك تمن الأضحية دي علشان تجيبها. عايزين نعرف برضو فضل بقى الأضحية بقى ختام الأيام العشرة، ما هو يوم التشريق يوم العيد ده داخل في الأيام دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني بيقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول أفضل الأيام أيام إيه عند الله سبحانه وتعالى؟ يوم عرفة ويوم العيد. فاليوم ده عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما قلت يعني الأيام العشرة دي كانت في عهد سيدنا موسى، والأيام العشرة دي بدأت معنا في قصة سيدنا إبراهيم، القصة الجميلة اللي يمكن لما نحكيها النهاردة نحكيها بطريقة مختلفة شوية من خلال تفسير القرآن اللي حضرتك بتحبي إن أنا أقوله. صحيح. من خلال تفسير القرآن، عشان نعرف قيمة الأضحية دي عظيمة إزاي، وإن أنت لما بتقدمها بتفدي نفسك وبيتك وأولادك ووطنك إزاي. سيدنا إبراهيم طبعا الله سبحانه وتعالى أعطاه سيدنا إسماعيل في سن كبيرة، فطبعا كان حبه ربنا سبحانه وتعالى حب عظيم قوي قوي، هو بيحب ربنا، ما فيش حاجة داخلة سنة كده في تشاركه هذا الحب. لما جه سيدنا إسماعيل بدأ سيدنا إبراهيم يتعلق به، فربنا سبحانه وتعالى إن الله يغار على قلب عبده المؤمن. ربنا بيحب قلبك يبقى ليه هو، تتخلص من كل حب الدنيا من حب المال، يا ربي أنا هنفق المال ده في حب الله سبحانه وتعالى. فسيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى أمره أن يتركه هو وأمه بواد غير ذي زرع، سابهم بواد غير ذي زرع في مكة، والسيدة هاجر المصرية العظيمة الأصيلة تقول له الله أمرك بهذا 3 مرات ما يردش عليها، في الثالثة بدماغه بس كده برأسه. فقالت فاذهب فوالله لن يضيعنا، انظري إلى هذه العقيدة وهذا الإيمان الراسخ، وينتج عنه الشيء العظيم اللي احنا عرفناه وهو بئر زمزم. شوفوا يا جماعة، شوفوا فايدة الماء من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني الله سبحانه وتعالى بيقول لك يعني أول حاجة ربنا عملها كده للبشرية تفجير بئر ماء، يبقى أنت لما تعمله كأنك بتعمل إيه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اتعلم من صفاتي، اتعلم من أعمالي، اتعلم من ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة تفجير بئر ماء تحت رجل سيدنا إسماعيل، وتهوي الناس كلهم إلى هذا المكان، وكلنا نحب نشرب من البير ده، وتقولي إيه ده معقولة، دي ميته أصفى من العسل، ميته جميلة بيشفى منها كل إنسان. فاسعى واعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني في الأيام العشر دي فضل إنه ممكن يعمل بير مية. يا سلام. دي حاجة عظيمة. مش ده بيفكرنا بالحجاجة أهو، أكتر حاجة إيه ربنا عملها للحجاجة علشان يروحوا؟ بئر المية. يبقى أدي بئر المية أهو في قصة سيدنا إسماعيل. رجع تاني سيدنا إسماعيل والسيدة هاجر لسيدنا إبراهيم، فبدأ قلبه يتعلق بيه بقى تاني. فجاله في العشر أيام دي أول يوم فيها يرى سيدنا إبراهيم أنه يذبح ولده، وهيعلم أن رؤيا الأنبياء حق. فسيدنا إبراهيم بدأ يفكر في الأمر، فتتكرر الرؤية الأول اليوم الأول والتاني والتالت. شوفي فضل الأيام دي عند الله، اختبار
ليصل بنا إلى أعلى الدرجات إلى أن وصل اليوم الثامن يوم التروية، يقولون عليه يوم التروية. فتروى، شوفي كل اسم كده يتروى، يا ترى هو ده إيه؟ فوصل عرف يوم عرفة، من ضمن أسباب تسمية يوم عرفة أنه عرفة، أنه أمر من الله سبحانه وتعالى، فيأتي بولده سيدنا إسماعيل. فلما بلغ معه السعي، معه، بصي يا أستاذة دعاء، معه يا جماعة مش عايزين تفكيك الأسر، انظري للعبارة، ما قالش فلما بلغ السعي، قال بلغ السعي مع أبيه. الأب والأم مهمين جدا جدا، يعني بخصوص القصة اللي احنا بنقولها. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وانظري إلى تطويل الجملة، كأنه مش قادر يقول له، أنا كان ممكن يقول له أنا أذبحك على طول. انظري إلى هذا الرد من هذا الولد الرائع. قال يا أبت افعل ما تؤمر، مش ما تأمرني، يعني كأنك انت مالكش ذنب يا أبي، ده الأمر جاي لك مفوق. ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. كان عمره كم سنة بقى يا أستاذ دعاء؟ هو القرآن ما قالوش صراحة، لكن قالوا ضمنا بقى جماعة المفسرين الجمال، بيقول فلما بلغ معه السعي، والسعي بالنسبة للغلام كلمة سعي، ما هو ما قالش فلما بلغ معه المشي. شوف القرآن بيتخير. السعي بالنسبة للغلام 9 أو 10 سنين. وبيقول ستجدوني، يا جماعة عمالين نقول إيه أولادنا، لا أصل لازم دلعوهم، بس خليهم كبار يعني. ومما ورد في الأثر بقى يقول لك إن سيدنا إبراهيم لما أخده هو قال له ومشوا على طول، وسارعوا وسارعوا، أي أمر إلهي ربنا يأمرك بالأضحية سارع بالأضحية، ما راحش يسلم على أمه، ده مش مسافر، ده رايح الدبح، ما راحش يسلم عليها، مشي. فالشيطان راح للسيدة هاجر قال لها ده هيدبح ابنك، قالت له إن كان هذا أمرا من الله فليفعل، عندها يقين. راح لسيدنا إسماعيل، ده أنت هتتعب تعب، قال إن كان هذا أمرا من الله فليفعل. ذهب لسيدنا إبراهيم فرجمه، خلاص بقى في آخر اليوم العاء التاسع يوم عرفة بقى، يوم الاختبار. أمال ليه هو بيقول الحج عرفة ويوم عرفة ده هتعرف أعمالك قبلت ولا لا؟ يوم الاختبار الحقيقي بقى، هيدبحه ولا ده كلام؟ لسه بقى هيربطه. قال يا أبتي إني أريد أن أوصيك وصية. الولد ابن 9 أو 10 سنوات هو اللي بيوصي أبوه. إيه هي الوصية؟ تفتكري حضرتك حاجة رائعة. إن هممت على ذبحي فاجعلني على وجهي، ما تخليش عيني ووجهي ليك أنت، خليهم على الأرض، مش كلام من عندي. فلما أسلم أمره وتله للجبين. ما شاء الله الأستاذ دعاء يعني حافظة جيدة يعني للقرآن. وإيه كمان؟ واشدد وثاقي جيدا، اربطني كويس قوي عشان ما فكش منك، تذبح بيساعد وينفذ أمر ربنا. وسن السكينة كويس عشان لما تذبح تذبح مرة واحدة ما تترددش. ثم إن ذبحتني فابتعد عني. ليه؟ مش احنا لما بنذبح الذبيحة يا جماعة بنقول ايه؟ بتفرفر. فربما يصعب على والده فهيحتضنه. حتى لا ينال ثوبك شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، فتراه أمي فتحزن. ثم إن ذهبت إلى أمي فبلغها مني السلام. هو اللي بيبلغ. وبدأ سيدنا إبراهيم فإذا برسول السماء. يا جماعة أنا بقعد أقول لكم كبروا في ال10 أيام، وكبر بعد صلاة الفجر، الفجر أذن، وإذا برسول السماء ينادي الله أكبر الله أكبر. شوفي تكبيرات العيد جاية منين. وإذا بإبراهيم من سلم أمره لله يرد عليه قائلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإذا بمن نجا يرد قائلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شايف تكبيرات العيد. وفديناه ذبح عظيم. شفتي الفداء؟ بصي الجملة، ما قالناش ادينا له هدية، وفديناه. يعني عايز تفدي نفسك وبيتك وأسرتك لازم ان انت تذبح، تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة سيدنا إبراهيم، لأن الآيات بتقول ايه؟ وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركناها سنة لمن سيأتي بعده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح كبشين أملحين، يقول ايه ده للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، والآخر للفقراء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا سلام لما نكسر من الذبح، وخصوصا احنا حرمنا من الحج يا جماعه بسبب باللي حصل دوت، فعوض دوت. وانا عندي قناعه ان الله سبحانه وتعالى في سابق علمه راى ان الفقراء الان
يحتاجون لنا أكثر من حج بيت الله سبحانه وتعالى. صحيح. فالله سبحانه وتعالى بيعطي كل شيء على قدر أسبابه، فما تحزنش أن أنت ما حجتش، أنت إن شاء الله تعمل عمل يرفع عند الله سبحانه وتعالى ويكون عمل عظيم، ده أنت بتعمل سنة سيدنا إبراهيم وسنة صحيح. النبي. يبقى احنا نخرج من القصة الجميلة دي بفضل حفر الآبار. ربنا سبحانه وتعالى عملها للحرجان، نخرج منها بفضل الأضحية. يعني حفر الأبر، هل ممكن يستشعر الثواب العظيم فكرة إنه يعني زي بئر زمزم، أنا يا رب اجعل يعني اجعلها، شوف زمزم شوف شغالة من ساعتها لغاية دلوقتي، جارية مية جارية مية جارية، فيعني يستشعرها كده ويقول يا رب اجعلها ثواب أو ثواب صدقة جارية كأنها زي بئر زمزم مثلا. طبعا، وبالذات في الأيام دي إن إحنا بنستشعر يعني إيه العطش، العطش الشديد، طب نجيب مية منين، طب نعمل إيه، فده بيخلينا نشعر بالفقراء اللي مش لاقيين يشربوا، مش يا جماعة مش لاقيين ياكلوا، ده مش لاقيين قطرة الماء. هتقولي معقولة في أماكن؟ في أماكن مش لاقيين إن هم يشربوا، فإن أنت لما بتعمل المية دي بتتمثل لأمر الله سبحانه وتعالى. أول حاجة يعملها لسيدنا إبراهيم يعني ما كان ممكن يبعت لهم ناس معلش والناس دول يبقى معاهم أكل وشرب وكده ويشربوا، لكن ده فجر لهم عينا الله سبحانه وتعالى يعلمنا قيمة الماء ويعلمنا قيمة إزاي إن أنت تحفر بيرو، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عثمان أو قال للصحابة لما راحوا المدينة ما كانوش لاقيين مية، قال لهم من يشتري هذه البئر على بئر روما وله عين مثلها في الجنة. وتجد دايما حتى في الجنة ربنا لما يوصفها في القرآن تجري من تحتها الأنهار. صحيح. يعني يبقى دليل ان المية دي شيء يعني احنا محتاجينه في الدنيا ونحتاجه اليه في الآخرة. فلما يبقى له، لما يبقى لك عين في الجنة، يقولوا ده العين دي بتاعت محمد، بتاعت أحمد، بتاعت الأستاذ دعاء، تخيل لما مجرد مشاركتك، احنا ما بنقولكش اعمل بير انت لوحدك، يعني شارك في هذا البئر، هتحس كده ايه ده انا بعمل للفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى اهداه لسيدة هاجر وسيدنا اسماعيل وللأمة كلها وللعالم كله، ده انا بعمل زي سيدنا عثمان ما عمل كذا وكذا. فطبعا لا، طبعا المياه دي حاجة عظيمة جدا، وإطعام الطعام شيء عظيم جدا جدا جدا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يا الله، يعني انت حابب ده، بس يا سلام لما تذبح الأضحية كده وتقول ايه انا بحب الحتة دي، بس لا انا عايز اخرجها. جميل. علشان انا هأؤسر غيري على نفسي. جميل. انظر الى الجزاء من الله سبحانه وتعالى، فانتظروا الهدية واحسنوا النية لله سبحانه وتعالى، واعملوا الأضحية دي والصدقة والإفطار، عايزين الإفطار بتاع يوم عرفة يا جماعة، نخليه بنية رفع القرب عن العالم كله وعن أمة الإسلام وقرب المرض اللي احنا فيه. والله والله الصدقات بتشيل اي مرض من الدنيا. فتخيل بقى لو كل الناس دي اجمعت انها تعمل كده، كلنا بقى استاذ عايزين بقى انت تعزمي ناس عندك وانا اعزم عندي ونقلد بقى جمعيه رفع البلاء ورفع الكرب يا رب. اللهم امين يا حبيبتي. جميل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره هبه عوف، استاذ التفسير بكليه الازهر او بجامعه الازهر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا ليكم على حسن المتابعه، نشوفكم على خير بكره باذن الله.